عندنا برضو قصة لطيفة مهتمين بيها جدا 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 الحقيقة، وهي مصدر فخر لينا كلنا كمصريين. ليه؟ لأن يعني دايما بنقول إنه مفيش سن للتعليم، وإنه التعليم دي عملية مستمرة طول رحلة الإنسان، ما هي مستمرة. عشان كده بننبسط لما بنلاقي أشخاص بيحرصوا على الفكرة دي، وما بيقولوش إنه عدى الوقت أو فاتنا القطر أو يا ريتنا كنا عملنا، لا، هم لسه قادرين على تغيير الواقع. ليه؟ لان احنا هقول لكم دلوقتي قصة الاستاذ عوض سامي بدير. الاستاذ عوض سامي بدير عنده 50 سنة، لكنه طالب دلوقتي بالصف الاول الاعدادي بمدرسة الترزي للتعليم الاساسي التابعة لمركز بيلة بمحافظة كفر الشيخ. وطبعا هو لفت الانظار ليه بشكل كبير جدا، ولكن كمان الناس قدرته واحترمته بشكل كبير جدا جدا جدا، لانه الحقيقه مصر على تحقيق احلامه، ولانه كمان علم ولاده كويس جدا. يعني هو كمان عنده نجله الاكبر محمد طالب بالفرقه الثالثه بكليه الشريعه والقانون جامعه الازهر ما شاء الله، وعنده كمان نجله ثاني طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري، كمان اللي في منان زوجته بتشجعه، واحنا كمان عايزين نشجعه ونشجع العيله دي كلها. وخلونا نرحب مع حضراتكم باستاذنا عوض سامي بدير. اهلا بيك يا استاذ عوض، منور. انا مساء. اهلا بيك يا فندم، منورنا. انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك الليله. ده اللي سعيد، والله انا سعيد وفخور جدا بحضرتك ومتشرف بيك جدا جدا جدا، ويعني انت نموذج جميل وهايل ومدعاه للفخر لينا كلنا. فاحنا بنكلمك عشان نشجعك ونقول لك استمر واحنا معاك. ربنا يبارك في حضرتك، ده شرف ليا طبعا ان انا مع حضرتك الليله دي، وده طبعا يعني يعتبر حاجه تعدي بيا ان انا مع انت واضح ان انت بتحب التعليم، بس كان واضح ان انت بقى يمكن عندك ظروف ما ساعدتكش في الاول انك تكمل التعليم بتاعك، صح؟ اه طبعا انا طبعا اتولدت في قريه طبعا فقيره، او في اسره فقيره يعني. ايوه. والدي كان راجل فلاح، والدتي كانت ست بيت، وطبعا الظروف الماديه ما عرفوا ما نهدوش ان هم يعني ايوه يعلموني. فكنت حلم عمري ان انا اخش مدرسه، وفضل الحلم ده يراودني لحد ما كبرت بقى عندي في حدود ال 20 سنه كمان. لكن طبعا اعتبر ان في حاجات بتموت، وفي اشياء يعني في حاجات بتخليها تحيا ثاني. وطبعا كان القصه اتشهرت ان حصل عمليه تنمر او كده، فده ادتني دفعه ان انا عايز اكمل التعليم. ياه، طب ده حاجه كويسه جدا انت ما احبطتش وانك قررت تكمل. وبعدين ولادك ما شاء الله عليك، انت كنت حريص انك تعلمهم تعليم كويس. اه طبعا، انا عندي محمد الحمد لله في كليه شرعه وقانون ما شاء الله، وعندي سامي في ثانيه تجاره في كليه الضريبه عندنا، وان شاء الله بنتي لسه صغيره لما تكبر ان شاء الله المجال اللي يعني هتروح فيها وداها بامر الله. ومش هنسى نفسي طبعا، انا دلوقتي الحمد لله في اول درجه في حياتي الدراسيه، انا دلوقتي معايا اولى اعداد، واخد بالك؟ خلصتها خلاص. اه الحمد لله، ونجح. مبروك. انا شايف كمان صور بتتعرض، انت علاقتك بالطلبه حلوه ولذيذه والناس بتحبك. انا عندي سبحان الله الاطفال اللي معايا في التعليم يعني ربنا رزقهم بثلاث حاجات، زميل واب واخ كبير، وهم كلهم بيحبوا المدرسه كلها من يوم ما رحت، وفي حاجات كتير اتغيرت في المدرسه يعني قدرت ان انا ازرع جواهم روح الالفه والحب. وطبعا الله، دي حاجه جميله جدا. يعني انت انا شايفك بتذاكر معاهم. نعم. بقى شايفك بتذاكر معاهم. اه طبعا. هم اشطر مني طبعا لان انا ما بحضرش. ايوه تمام. وانا اصلا شغلتي الاساسيه انا راجل حلاق. ايوه تمام. وما بحضرش طبعا طول السنه، وهم طبعا بيذكروا لي وانا بذاكر معاهم وكده، وربنا يبارك فيهم طبعا ويبارك في ابهاتهم ان هم طبعا حريصين ان هم يعلموا اولادهم. واتمنى طبعا من خلال يعني برنامج حضرتك يعني ابعث رساله لكل واحد محروم عندك ياس او عندك ياس، اي حد اضرب المثل يعني حاجه كده عندها حاجه و80 سنه ودخلت محو اميه. ايوه استضفناها هنا، والله انا ناسي اسمها بس لو فريق، بس كانت نموذج حاجه سوريا دي ما شاء الله عليها، ودي نجحت كمان ومكمله. والله يا استاذ انا اقول لحضرتك على حاجه، اي حد بيطلع مع حضرتك لازم ينجح. الله يخليك يا حبيبي. لا والله ده احنا بنتشرف بيكوا، وانا فعلا سعيد بيك. وبعدين الصور اللي احنا بنشوفها على الشاشه دي برضو خد بالك دي صور ملهمه جدا، لان هي هتغير
من نظرة الناس؟ أولا الطلبة واضح إن هم بيحبوك جدا يعني، وأنتوا كمان بتذاكروا مع بعض وبتراجعوا لبعض، ويبقى معاهم أخ كبير. يعني إحنا لو استطعنا كمجتمع نغير الصور دي، يعني أنت حضرتك برضو وجودك معاهم بيفيدهم، ليه أخ كبير وحد يعتمدوا عليه، وأكيد بيجوا يعملوا مشاكل ويفتنوا لك أنت، ما يرضوش يقولوا لحد تاني. طبعا طبعا. صح؟ أنا دلوقتي الأطفال بيجوا يسألوا عني، تخيل بولادي أمال عم عوض فين؟ ابني يدخل يقول لي تعالى يابا اكلم زمايلي. فانا ببقى سعيد جدا والله بيهم. وبعدين الاطفال بقى عندهم كده يعني ايه دفعه كده في حياتهم ان شاء الله. طبعا طبعا، يعرفوا انه التعليم شيء اساسي حتى لو ايه، فانت النموذج ده بالنسبه لهم. عشان ابقى صريح طبعا من كده، لان برنامج حضرتك برنامج يعتبر كله على الصراحه، برضك التنمر هو السبب الاساسي اللي خلاني اداني دفعه يعني ان انا اشتغل في مجال التعليم. والله يا استاذ التنمر من ايه؟ من ناس، من الناس في عمر حضرتك ولا وانت صغير؟ حضرتك انت من القصه اشتهرت شويه، ان في ناس جت سالت عني في البلد. تمام. ويعني واحده سالت عني في البلد، فواحد قابلها بيقول لها ده مش مش ما خد بالك من حاجه بقى، التنمر ده لا يعبر الا عن نقص، نقص الشخص اللي بيقوم بده. فالشخص اللي بيلجأ للتنمر ده هو شخص في النهايه شخص ناقص، بيحاول يكمل نفسه بالتنمر على الغير، ان هو يحبطك. العلاج بتاعت القصه دي انك تنجح وتكسر الصور دي ان شاء الله بأمان. وبعدين انت العيله ما شاء الله، انا عارف زوجتك كمان بتشجعك، نوجه لها التحيه طبعا. طبعا هي زوجتي في الاول خالص طبعا هي كانت معترضه، قالت لي احنا في منطقه كلها ارياف والناس اتقلت علينا، فخدت بالك. فانا طبعا بعد اقناع وكده هي بدات تشجعني وتقول لي جدعا وما فيش يأس، وان شاء الله بامر الله يعني العمر طبعا زي ما ربنا يقدره كمل، ويمكن توصل لحلمك ان ربنا قدر لك العمر. ربنا معاك، واحنا بنوجه لك التحيه انت وكل اسرتك، وكمان للشباب الصغير اللي معاك في المدرسه، ودي تجربه ملهمه جدا وربنا يعين حضرتك فيها. واحنا معاك لو احتجت اي حاجه تحت امرك. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ عوض. بس استاذ عوض لأن أستاذ عبد اللطيف زميلنا في الإعداد الجميل كان بيسألني على أصعب موقف في واجهه، فهو بيقول التنمر يا أستاذ عبد اللطيف، هو اتعلم من التنمر وتنمر من ناس كبيرة لما عرفوا إن هم هيروح إن هو يرجع المدرسة ويذاكر مرة تانية يعني، وللأسف من ناس كبيرة. فطبعا أنا قلت زي ما قلت، التنمر لا يعبر إلا عن نقص صاحبه فقط.